قالت مصادر إعلامية ومعارضة إن عشرات الأشخاص تم اعتقالهم في كوبا بعد أن شارك الآلاف في أكبر احتجاجات ضد الحكومة منذ عقود. هدوء يشهده الشارع الكوبي بعد أيام من المظاهرات التي شهدتها البلاد. مراقبون وصفوا هذا الهدوء بالحذر في ظل استمرار الغضب وانتشار الكثير من عناصر الشرطة والأمن في كافة الشوارع الرئيسية التي شهدت مواجهات بين المتظاهرين ورجال الأمن. المتظاهرون عبروا عن رغبتهم في استعادة الهدوء في ظل الأزمات الاقتصادية المتواصلة. نرغب في استعادة الهدوء بالبلاد حيث مرت أيام صعبة بسبب تردي الوضع الاقتصادي وغضب المتظاهرين. الهدوء في الشارع قوبل بدوره بتطورات خارجية، حيث أعلن الرئيس الأمريكي عن توجسه من تطورات الموقف الحالي، معربا عن دعمه للمظاهرات الكوبية بالنهاية. يطالب الشعب الكوبي بتحريره من نظام استبدادي، ولا أعتقد أننا رأينا احتجاجات مماثلة منذ فترة. تقف الولايات المتحدة بحزم إلى جانب شعب كوبا في تأكيده لحقوقه، وندعو حكومة كوبا إلى الامتناع عن العنف في محاولاتها لإسكات صوت الشعب. الرئيس الكوبي سرعان ما رد على هذه التصريحات، معتبرا إياها تحريضا ومحاولة لتأجيج الاضطرابات في بلاده. إنها تصريحات سياسية تهدف فقط إلى تأجيج الاضطرابات، وأدعو الثوار الشيوعيين إلى النزول الشوارع للدفاع عن الثورة. اللافت أن فنزويلا سارعت لدعم كوبا، وهو ما جاء على لسان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي عبر بدوره عن غضبه من التصريحات الأمريكية، مشيرا إلى أنه على الولايات المتحدة إن كانت ترغب حقا في مساعدة الشعب الكوبي أن ترفع فورا جميع العقوبات والحصار المفروضة على الشعب الكوبي. من هنا، من طاولة المفاوضات من القصر الرئاسي، وكما قلت للرئيس الكوبي، فإني أقدم دعما كاملا من جمهورية فنزويلا للحكومة الثورية الكوبية، وهذا هو الوقت الذي يجب أن نساعد فيه إخوتنا في كوبا. عموما، ورغم عودة الهدوء النسبي إلى الشارع، فإن استمرار الأزمات الاقتصادية بلا حل يجعل عودة المظاهرات وفي أي وقت ممكنة في ظل التطورات السياسية واستمرار حالة الغضب في الشارع الكوبي. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا زيد بن يمين. أهلا بك زيد. يعني بعد وقت قليل من خروج هذه التظاهرات في كوبا، خرج البيت الأبيض ليعلن دعمه لها. ما هو شكل الدعم الأمريكي المتوقع لهذه التظاهرات التي خرجت اليوم ضد الحكم في كوبا؟ نعم رويدة، الموقف الأمريكي كان ينقسم على ثلاثة أقسام. القسم الأول هو التأكيد على أن التحرك الشعب الكوبي كان عفويا وأيضا سلميا. التحرك الثاني أو المسار الثاني كان التأكيد على أنه لا يوجد دور لأي قوة خارجية في التأثير على الكوبيين، وهو الموقف الذي حاولت الحكومة الكوبية التأكيد عليه، وخصوصا الرئيس الكوبي التأكيد عليه خلال خطاباته يومي الأحد والاثنين. المسار الثالث هو التأكيد ايضا على ان العقوبات الامريكيه ليس لها دور على في يعني اذكاء الغضب الشعبي على اداء الحكومه الكوبيه، وبالتالي هذه هي المسارات الثلاثه التي اكدها الرئيس بايدن وايضا وزير الخارجيه يوم امس وعدد من المسؤولين الامريكيين خلال الساعات الماضيه. ما كان لافتا هو ان يعني في الوقت الذي كان الرئيس بايدن نائبا للرئيس مع اوباما، كان كلاهما قد هندسا فكره التقرب إلى كوبا والانفتاح على كوبا قبل أن يعود الرئيس ترامب ويلغي كل هذه الإجراءات. ويعد الرئيس بايدن خلال الحملة الانتخابية بأنه سيعود مرة أخرى إلى تلك الإجراءات، إجراءات التقارب والانفتاح على الحكومة الكوبية. ولكن في خطابه يوم أمس وصف الرئيس أو النظام الكوبي بأنه نظام استبدادي، وهذا يعد يعني أكبر وصف أو يعني الأكثر جسامة وله تبعات، ويختلف فعليا عن خطاب بايدن خلال الحملة الانتخابية، وبالتالي هذا سيصعب إعادة العلاقات إلى فترة الدفء بين البلدين التي كانت قد سادت خلال السنوات الأخيرة من عهد يعني هل أوباما. هناك من وبالتالي يعني يبدو أن
يعني هل هناك من تبرير لخروج الدعم بهذا الشكل المتسارع بعد ساعات قليلة حتى من خروج المظاهرات؟ هل هناك أجندة أمريكية واضحة للتعامل مع هذه الأحداث في كوبا؟ طبعا رويدة، الملف الكوبي كان منسيا من قبل إدارة بايدن خلال الأشهر الستة الأولى من إدارته. لم نسمع الكثير من السياسات تجاه كوبا، وأبقى على كل العقوبات التي كان قد وضعها ترامب. ولكن اللافت أن هناك اتفاقا بين الحزبين على دعم الشعب الكوبي، يعني البيانات من الطرفين كانت ذات لهجة قوية خلال الساعات الماضية. ربما هذا نوع من التسوية السياسية لتمرير بعض الإجراءات الداخلية، قانون الخطة العوائل الأمريكية وأيضا خطة البنى التحتية. الرئيس بايدن يحتاج إلى دعم من الحزبين، وبالتالي الملف الكوبي والمواقف من الملف الكوبي ربما تخدم هذه الأجندة الداخلية رويدة. ولكن حتى الآن لا يوجد أي تبرير لهذا التسارع الأمريكي يعني دعم الشعب الكوبي وإدانة الحكومة الكوبية رويدة. شكرا جزيلا لك زيد بنيامين، مراسلنا من واشنطن على هذه الإحاطة.